مشكلة ليست في وزارة الأوقاف، المشكلة هي عامة دوليا نتيجة النظام الإلكتروني الجديد الذي طبقته وزارة الحج السعودية، ولعدم وجود القدرات في التعامل مع هذا الجهاز أحدث مشاكل لدول العالم. هناك أرجعت جوازات عديدة لدول العالم وليست لدولة فلسطين، ولذلك أقل الدول التي أعيد لها جوازات هي فلسطين، ونحن تغلبنا على كثير منها من خلال تواصلنا الحثيث سواء كان مع الخارجية السعودية أو مع وزارة الحج السعودية والسفارات الموجودة في القاهرة وفي عمان. كان هناك أكثر من 150 جواز، بالتالي الآن هي بالطريق إلى السعودية بصين 100 واحد تم حل إشكالياتهم. لم يكن هناك من الجوازات التي لم تفيض 67 جواز، ولا تزال الأطقم في عمان التابعة لوزارة الأوقاف تواصل مع السفارة السعودية، ونحن هنا من المملكة العربية السعودية نواصل مع وزارة الحج السعودية ونواصل مع الخارجية من أجل حل هذه الإشكاليات العالقة. يعني إحنا على فكرة، يعني أنا أقولها بفخر، إحنا قمنا في وزارة الأوقاف استطاعت أن تعمل مع هذا النظام بسرعة. حجازنا الحمد لله بخير وبسلامة، ولا يوجد بينهم أي سوء أو مكروه، سواء كان حجاج قطاع غزة المتواجدين في مكة منذ أيام أو حجاجنا في المدينة المنورة، فكلهم بخير. وإنني أطمن الأهالي أن جميع حجاج الحمد لله يتمتعون بصحة وسلامة. حجاج غزة لأنهم يأتون بالطيران المصري من جمهورية مصر المتواجدين الآن في مكة منذ أيام، وحجاج الضفة الغربية متواجدين في المدينة المنورة، وإن أول القوافل التي ستغادر المدينة المنورة لحجاج الضفة الغربية يوم غد الأحد ويوم الاثنين الدفعة الثانية. هو بالتأكيد إحنا ننصح حجاجنا في العواصف طبعا عدم الخروج، وخاصة تجنبا لحدود السيول والانجرار من قبل السيول، وبالتالي وهناك في التزام كامل من قبل حجاجنا ومتقيدين بالتعليمات التي تضع وزارة الأوقاف. بغاية الآن لم تواجهنا أي مشاكل، حجاجنا عندهم انضباط كامل، هناك عندهم تقييد بالتعليمات، كل البعثات المرافقة لوزارة الحج تكون عملها على خير ما يرام، البعثة الإرشادية تواصل عملها وبانتظام مع الحجيج، وهناك في انبساط وفي سرور من قبل الحجاج بأداء وزارة الأوقاف هذا العام.